تطلع معك دايما هيك قاسي. يا هي معه هيك. انا يا سيدي بس بتصور انت معه للهيد الصوت عم يعمل عم يضرب كانه حدا عم بعد عن ليك وين؟ مش عم غني انا هون ليك وين؟ قبل؟ I'm not singing لحظة قبل هون شو مشكلتهم تعرفي كل الوقت قاسي قاسي كل الوقت دافش لا 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 اعطيها جوا شوي لا 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 يا بدك كثير صايبة لا 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 لو جوا هذا كان غلط Again, phases in my room, you will see, it should be something like that. Oh, it's not bad. How are you doing? Let's cross a bridge to the other side. Just you and I. بلا ما صرت كاستيك انت كمان بلا ما صرت لي كاستيك هيرال ميراج ما فيك تسوي كاستيك Let me say one thing about the clothes. They were tight and I told them. Yeah, I know, but no need to fix it during the hadam. I mean, tam. They should. Yani, it's not nice. It's out of the choreography. You don't have to do that. And you know that you are so modern. Who gives the shit? إذا حد طلع. مكلون دانسرز بيشتغلوا قدامكم عم تسألني عن حدا. بعد شوي رح تعطيني هيك. Okay, I was running. Can you meet me halfway? Can you meet me halfway? Meet me halfway. Right at the borderline, that's where I'm gonna wait for you. I've been looking out the day. Took my heart to the limit, and this is where I stay. ما كنت شكري واميرال عدوا دورهم برغم 100 هاف واي بانسجامتين ومضارف It's
honestly not as bad as I thought it would be. That's to be completely honest. It's not as good as I wanted it to be. Well, I knew it was going to be good, honestly. Smal shui. هالبرايم احلى من هديك البرايم وشفته في كثير اشياء عاملينها منيح بس في اشياء كثير بدها تظبيط بدها انه الواحد يقتنع انه يظبطها بدنا نلحق ملاحظتنا للاخر يعني الواحد يركز بس وقت ينزل بيكون هو بجرب الاشياء كثير في كثير اشياء حلوه مرقت اليوم بالكوميونيكيشن بين بعض بين كلكم صار في اكثر حدا بيسترجي بيعمل اشياء حلو جميل بس كمان الصوت اللي هو اهم شيء بالنسبه للناس بدنا نسمع الناس صوت ونشتغل على هالصوت وهي النقطة اللي بدنا نعمل عليها لنصير أحسن. أرجع بلش عبد العزيز من البداية كنت ما كثير مش مسلطن أبدا إنه منيح ومش منيح قلبه على إيده الواحد وعم تشد على الأغاني أوكي الحضور محبب تعاونت معه على لزينة وهي شغلة منيحة والمقطع الثاني كان أحلى بس برجع بقول لك بده شوية إحساس أكثر أوكي كان كأنه دافش كأنه الصوت بحبيبي يا نور العين بتصور انا كان لازم شوي انه تكون انا عم بالتصرف شوي طالع لانه يعني بده شوي الواحد يكون اقل مش بقوله كل ما يكبر جدة بصير الحركه اقل نوعا ما بصير لازم كثير يكون لدرجه لكذا كان مقصود يكون بهالشغلته هيك انت شغلتك اكثر انه الواحد متيم ومغروم الصبايا اوكي اسمع بدنا ننتبه على التركيز واحد ينسى انه ثقته منيحه وبيعرف يغني اسمع من بيغنوا كثير انه ما عندهم مشكله بيغنوا في صوت طالع ما عنده مشكله بتعرف توظفيه بحاله وشو معك اكسسوارز تحطيهم تطلع عليهم لبسي ثيابك روحي تفرجي على حالك شو بتحبي حبي حالك يعني عادي بالمرايه لحظه قولي هي هيك ولا هي هيك ولا هي احلى ما بحب حالي صرتوا ما لها علاقه لا 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 بالعكس ما لها علاقه اسمع لا في مرات كثير منيح واحد بيكون اوكي واحد اتس اول هير يعني واحد بغير من هون كما انه بده زين مرات اللي بيشتغل عليه اكثر انه عم بتغني منيح واذا بخاطر بدي اعرف كيف بدي خاطر اوكي رمضان احلى من الفايمان هوليك كثير عندي بعض الاشياء اللي بتركيها بده زين شوية تصرف انا ما بحب طامور تبع قطين تكون بده تعبايه ما يكون فاضي طامور يعني الوقت ما عندي شيء انا وقت مثلا هي عم تغني وانا ناطرها او انا او بدي غني او اهم شيء استعمل وجهي بتعبيره اوكي محمد بدنا نشتغل شوي بدنا نزيد كاركتر اكثر بالاغاني اكثر وانتبه لك شوي رحلي حالك يا زلمه لبوس الطقم صرت لك 1000 مره روح حرك حالك كل شيء عمل كل الحركات فيها لترتاح يعني جرب ايديك كيف تشتغلهم كيف يعني لحلحهم بدها تغني احسن ومرد الدوزين يكون احسن مش اسمعوا الاغنيه مضبوط اسمعوها من اولها لاخرها طاهره لازم بليز ضروري تقدري تطلعي صوتك وتطلعي تعرضي كثير رفيع بليز وانتبهي كيف مرات لا هو اساسي بحلل كل صوتك عندك مشكله واحد انه مثلا ما بيقدر عم يضل انه الفوليوم تبع صوته 4/10 طب ما بدك يصير 6 ما بدك يصير 7 بصير اجمل بصير يرن اكثر طالع صغير سلطان بنبلش منيح وركز يا لطيف اكلنا راسنا سلطان بالبدايه انه هناك بافاروتي عم يغني اول لحظات بعدين رجع لي معنوع الحساب الغنيه شو بدك بالغنيه؟ شو انت غني غني صوتك شو بدك تقول انه هاي الغنيه هلا بدنا نعملها ما في هيك انت عليك تطلع صوتك بعدين بتقرر تصغر صوتك في ناس طالعه اصواتهم في ناس مش طالعه انت وظيفتك تطلع الصوت وبعدين بتقرر شو بدك تعمل رامي منيح حضور وفي اشياء حلوه فوق بس تحت دائما تستعمل هيك ما تضل تضيع بعدك عم تضيع بصوتك شو بدك اياه هلا بعمل هيك ولا بعمل هيك لا غني انجوي توحدهم بيجوا خيي اوكي فيل فري غني رحمه تعبت كثير هالبرايم صباح ماشي الحال كان المعنى اكسبت انا شو بدك بستان كوبيت هالقد هول بس انه وصوتك احلى بالتابلو لابق للتابلو مش هذيك مره كان صغير على التابلو شكري صباح انه اللي عملته انا ما عندي مشكله بس انه مرات كمان انه سيب شوي احلى ركز اكثر اكسبت الحكي كان بيقدر يكون في كاركتر اكثر
يعني ستريس اون داينامكس عليه شو اكثر عن كم بدايه جمله كل كذا تسلى فيه برومو يعني خذ الجمله احفظها عادي احكيها عادي كيف تحكيها الي اياها هلا اذا حفظها من اولها؟ ايه I spend my time just thinking 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 about you every single هلا عم تقولها هيك انت قولها بطريقه ثانيه اللي هي كان عم تحكي I spent my time on قولها هيك غيرها وما تتحدث I spend my time just thinking 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 about you احكيها I spend my time just thinking thinking يعني اذا انا عم بقول لها انه عم بقول لها انا قضيت وقت عم فكر فيك كذا عم بتخانق معك عم بقول لك اياهم عم بستفزها عم بحكيها بقولوا بعمل ستريس عليهم داينامكس عليهم بقول لها اياهم ما بقول انه قضيت انا وقتي كل وقت انا عم فكر فيكي مش عم بعرف شو بدي اعمل بفكر فيكي لا فهمت شو قصدي؟ قولوا كانه هيك